الاهلي بيلاعب ريال مدريد، دي تكفي، دي تكفي في عام ايه؟ انت زيرو بطولات كمنتخب مصر، خسران نهائي كاس امم افريقيا، ما صعدتش كاس عالم، عندك شويه مشاكل في نظام الكره في مصر، لكن الامل والبسمه الوحيده اللي هي في الفتره الاخيره دايما في منصات التتويج هو الاهلي. ليه بقى؟ انت بتلاعب ريال مدريد، فتلاقي الماركه الاسبانيه بتقول لك ريال مدريد يضرب موعد مع الاهلي في نهائي كاس عالم الانديه، وهتلاقي اسم الاسبانيه بتقول لك وهكذا وهكذا وهكذا. ده حجم البراند، حجم التسويق، حجم الوجه الحلو للكره المصريه هو النادي الاهلي. احنا معك. كلنا محبي البلد دي، محبي الكره الحلوه، صح، المنتمين للبلد لازم يقولوا ان احنا عندنا حاجه حلوه، حاجه جميله في مناخ رياضي مليء حاليا بالمفاجآت. طب سؤال بقى يا ابو حميد، والاتهامات وكل حاجه تدعو الى ان احنا نكون متقين طبعا للاسف، لكن الاهلي رسم على وشنا بسمه من الودن دي للودن دي بصراحه.